صباح الخير. صباح النور. المكان ده للرجالة بس، ومش هقول الجملة دي تاني. الدنيا برا زي الغابة، وعشان تقدروا تعيشوا فيها لازم تبقوا حيوانات، وأنا هنا بقى ربنا يقدرني وخليكوا حيوانات. أنا عايز أعمل بيبي. إيه؟ عايز أعمل حمام. إحنا مش كبرنا على الحاجات دي يا قطوطة. ما أنا كبيرة. ما أنت كبيرة. طب قومي يا كبيرة بقى سيئة حمامات الحضانة كلها. اتفضلي بنت، اتفضلوا يا أستاذة، كل واحد ينزل مية ضغط. يلا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مس ليليانا الله يحبك الله يحبك، خضيتينا كده وهزيتي صورتنا قدام الأولاد. إيه اللي أنت بتهببه ده يا بني آدم؟ بشرس العيال، بطلع الحيوان اللي جواهم. فين مس هيام؟ مس هيام وصلت آخر الشارع تجيب كهرباء عشان الكهرباء ضربت جوه. الهانم ما خلتنيش أنا أصلحها. وأنت ما رحتش ليه؟ واسيب موقعي الامني هنا يا مس ليليان؟ انت عارف لو اولياء الامور شافوا اللي انت بتعمله ده، انت عارف هيعملوا فينا ايه؟ اتفضلي على مكتبك، اتفضلي على مكتبك، النقاش خلص. يلا. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت هنا مجرد امن. انا ما نسيتش نفسي، انا لو جت عصابه دلوقتي هتقلعنا ملط وانا مش واقف هنا، وانا ما عنديش استعداد اقلع ملط عشان بلبس البياده بالعافيه. افهموا بقى، افهموا طبيعه الامن. بره غور، بره ومالكش دعوه باللي بيحصل هنا. غور. حاضر، بس بكرة كلكم هتعرفوا قيمتي. برا. حاضر. امشي. ما انا ماشي اهو.